الناس كلها دلوقتي بتسأل ازاي اسوق لنفسي. البيرسونال براندنج هو اساس الحياة دلوقتي. الشعوب كلها والشباب والناس الكبار والناس الصغيرين، كل واحد دلوقتي بقى ليه اكونتس على السوشيال ميديا وعايز يكون له تواجد في الدنيا. تعال النهاردة بقى نشوف ازاي ابتدي اسوق لنفسي بطريقة صحيحة. التسويق الشخصي هو الايرا الجديدة العالم كله بيفكر فيها وبيشتغل عليها على نفسه وعلى الشخصيات المهمة اللي بيشتغل معها. يعني ايه كلمة تسويق شخصي؟ دايما بنعرف كلمة التسويق هي اللي انا بعمل دعاية او بعمل نوع من انواع ترويج للمنتج بتاعي. دلوقتي بقى في حاجة الترويج الشخصي، البيرسونال براندنج، وده بنشوفه في الناس البابليك فيجرز والشخصيات العامة. اقرب فكرة والناس المهمين اللي احنا بنشوفهم حوالينا هو محمد صلاح، وفي مجال الكورة وفي مجال الفن الناس بقى الفنانين اللي احنا بنحبهم زي عمرو دياب وزي شخصيات مهمة كتيرة قوي بيشتغلوا على الجزء بتاع البيرسونال براندنج. مش مجرد بس اللي هو يحط بوست ولا ينزل اغنية ولا يقول كلمة ولا يطلع في حديث ولا يعمل فيلم بس. الموضوع دلوقتي بقى اكبر من كده. الموضوع اللي انت تعرف تسلط الضوء على الصفات والخصائص المعينة للشخص اللي انت بتشتغل بتعمل معاه بيرسونال براندنج. يعني ايه؟ يعني بتحاول تظهره في مظهر معين موجود في دماغ الزبون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهاردة انت عايز تبين عمرو دياب داخل في الستين او عدى الستين، هو بيحاول يظهر نفسه ان هو الرجل الرياضي، ان الزمن لم يتخطاه وهو لسه فت ولسه بيعمل وبيلعب رياضة. وانت لو شفته على الحقيقة هتلاقي راجل كبير زي والدك مثلا. فهو الفكرة في ايه؟ ان هو النهاردة بيظهر صفات معينة موجودة فيه وبيحاول يعمل عليها هايلايتنج، ويبتدي بقى يجمع افكار الناس كلها ويحطها في وان بوتل. لان طبعا الدنيا دلوقتي بقى فيها ملايين من الناس ومليارات من الناس المختلفين، وكل واحد ليه فينجر برينت، يعني كل واحد ليه بصمته اللي موجودة اللي مش شبه التاني. فيبتدي كل واحد دلوقتي بيخش دلوقتي على السوشيال ميديا، بيتواجد على الانترنت، موجود على البلاتفورمز المختلفة. فيبتدي يعمل ايه بقى؟ يبتدي يعمل تسويق شخصي، يبتدي يظهر حاجات معينة ويوضحها ويبتدي اتراكت الناس. طبعا ايه اللي بيجي بيخلي الناس تو اتراكت الشخصية دي او تخليهم يروحوا للبرسونال ده؟ طبعا من اهم الحاجات اللي انت لازم يبقى عندك كومبيتيتيف ادفانتج، لازم يكون عندك ميزه تنافسيه مختلفه عن الاخرين. يعني محمد صلاح عنده رجل شمال مش موجوده عند حد في اي في حته في العالم، عربي بيلعب في فريق كبير، بيحاول يحط نفسه في الاطار ان هو ما بيتكلمش في اي حاجه ما تخصهوش غير الجزء المجتمعي، الجزء اللي يخص الكوره، ملوش دعوه بقى لا بالسياسه، ملوش دعوه، مركز في جزء معين ان هو يظهره لك ان هو اللاعب المتكامل الرياضي الاخلاق العاليه فخر العرب. طبعا المسميات والحاجات دي ما بتبقاش تطلعش من فراغ. دي شركات بتعمل البيرسونال براندنج ده. طب احنا على المستوى الصغير بتاعنا كشباب او كمجموعه ناس لسه عايزه تبتدي حياتها، ازاي تعمل الجزء بتاع البيرسونال براندنج ده؟ البيرسونال براندنج او السيلف ماركتنج اللي انت بتشتغل على نفسك بقى، بتبتدي تشتغل على مواقع التواصل المختلفه زي الفيسبوك، انستجرام، لينكد ان، تبتدي تروج لنفسك كراجل متخصص في حاجة، كراجل كونسلتنت، كراجل بتفهم في موضوع معين، موضوع بقى سواء فيديو إديتور، بتتكلم في حاجة محدش يعرفها كتير موجودة في البلد أو في العالم كله، عندك مهارة معينة، بتعرف تلعب لعبة معينة، جيمر. فتبتدي تحاول تحط نفسك في حتة
اللي انت مختلف عن الاخرين، لانك لو انت النهارده طالع وبتعمل زي الناس ما بتعمل وبتعمل ما عندكش ميزه تنافسيه، يبقى في الاخر انت مش هتقدم حاجه. هتلاقي نفسك البلاتفورم بتاعتك، هتلاقي الانستجرام بتاعك عليه 200 300 واحد اللي هم اصحابك وشويه الناس اللي بيعملوا لك لايك مجامله كمان. بس لما يبقى عندك كونتنت يعني محتوى، فهتلاقي ناس بتجري وراك وعايزه تعمل معاك اعلانات وعايزه 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 وعايزه. طب انا ازاي ابتدي اعمل الجزء بتاع التسويق الشخصي بطريقه سليمه وصحيحه؟ اول حاجه من السبع نقاط المهمه للجزء بتاع البيرسونال براندنج، اللي انت تحدد هدفك، انت عايز توصل لايه. فاكرين لما احنا قلنا في المحاضره بتاعه الجزئيه في الاول خالص، احنا هنا ليه؟ ايه الاوبجكتيف بتاعك؟ ايه الهدف بتاعك؟ لازم الهدف بتاعك يكون سمارت، الكلمه المكونه من 5 حروف، الاس سبيسيفيك، محدد، هدفك يكون محدد، مجرب والمتقاس يكون حقيقي اقدر اقيسه، ويكون محدد بوقت او زمن معين. فانت لازم النهارده انت عايز تشتغل على السوشيال ميديا، فانت تقول ان انت عايز يبقى عايز توصل لمليون فولورز، عايز تجيب فلوس من على اليوتيوب، عايز يبقى عندك برنامج في قناة على التلفزيون على MBC على CBC، عايز تبقى انت public figure، عايز تبقى consultant وتروح والشركات تجيبك عشان تستشيرك في جزئية معينة. طب ده حلو، ده الهدف، ويكون الهدف مشروع واقدر احققه. بس السؤال بقى، البلاتفورمز مختلفة، استخدم انهي واحد فيهم؟ استخدم وسيلة التواصل الصحيحة اللي انا اوصل للناس. يعني النهاردة لو انا بشتغل في الجزء البيزنس والشركات، لازم اشتغل على الايه؟ على لينكد ان. لو انا عايز اوصل للناس اللي موجودة في الخليج واللي موجودين في السعودية، يبقى ركز على الجزئية بتاعت التويتر. لو انا عايز اوصل لفئة الشباب اللي هم الجزء بتاع التين ايج والكليات ولسه متخرجين، يبقى اشتغل على التيك توك. And. يبقى انا لازم اختار المركب اللي اركبها اللي توصلني في الاتجاه الصحيح. لان انا ممكن افضل شغال على لينكد ان واقدم محتوى ليبسينج مثلا، بقلد شفايفه، وده بتاع بيزنس اصلا، فما وصلش الحاجة وما وصلش الحاجة. فانا لازم ابقى عارف ايه، احدد هدفي، اختار الوسيلة اللي انا همشي فيها. الجزء بقى من اهم الحاجات، تالت حاجة اللي هو ايه؟ المحتوى. انا لازم يبقى عندي محتوى كونتنت ثابت وامشي عليه. يعني انت لو عايز تنجح فعلا كجزء بيرسونال براندنج، ما تعملش بقى فيديو النهاردة كورة وبكرة طبخ وبعده مش عارف علم وتالت رابع يوم تعمل ليبسينج. لا، لازم تختار حاجة انت تكون شاطر فيها ومميز فيها، وتبتدي ايه؟ تشتغل عليها. طب انا مش لاقي حاجة ان انا مميز فيها، ارجع بقى للمحاضرة بتاعة البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، اقعد حلل انت قوي في ايه وضعيف في ايه وتقدر توصل لايه وتقدر تعمل ايه، عشان تبتدي تحدد المحتوى اللي انت بتنشره للناس وللزباين اللي انت بتشتغل معاهم. رابع حاجة، لازم تحافظ على العلامة الشخصية، اللي انت تمشي على خط واحد عشان تقدر توصل للزباين بتوعك. الهضبة هو طول عمره هضبة، بيلعب رياضة، هو اللي عمل الحبل اللي هو كان بي في الجيم، بيشيل حديد، رياضي، ما بيشربش السجاير، فهو محافظ على العلامة الشخصية بتاعته. ما تقعدش بقى تفكر في الناس الايه، في الناس التعبانة زي الناس اللي بتغني مهرجانات ودي تبقى القدوة بالنسبة لك. لا، انت النهاردة لازم تركز على علامة شخصية تفيد الناس، حتى لو هي المحتوى مش جامد جدا ولا بتتكلم في الذرة ولا بتتكلم في حاجة كبيرة قوي، بس لازم تفيد الناس، لازم تقدم محتوى يشد الناس ويفيدهم. لازم بقى خامس حاجة، اللي انت النهاردة تستخدم كواليتي كويسة اللي انت بتقدمها للناس. يعني ما تصورش بقى بموبايل الكواليتي بتاعته وحشة، حاول انت تصور
بكاميرا احترافية، الصوت يبقى كويس، أو موبايل يبقى الكونفيجريشن بتاعته ومميزاته كويسة. دي من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تركز عليها. لازم سادس حاجة تقدم خدمة رد جيدة على العملاء، لأن انت النهاردة كل ما هيزيد الناس اللي بيحواليك والناس اللي بيتابعوك هيبقى عندهم أسئلة، لازم ترد على الناس وترد كشخص لشخص. ما تتكبرش بقى على الناس، بقى عندك 10,000 واحد فانت خلاص بقى مش عايز ترد على الناس بقى وبترد بتعالي، لا، ما انت واحد من الناس دي، فانت لازم ترد على الناس وتتلطف معاهم، وبعد شوية ممكن تقابل حد في الشوارع وتسلم عليه وتقف تتكلم معاه وتبقى لطيف، وعايز تصور معاك تتصور معاه في حدود برضك الأدب والأخلاق والإيه والحرية الشخصية بتاعتك وبتاعت الآخرين. فدي برضك حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تشتغل عليها. أو سابع حاجة، اللي انت مفيش حد بيشتغل لوحده. افتكر دايما المقولة دي، الشركات الكبيرة كلها بتستعين ببعض. لو انت تعرف وشاطر، أبل بتجيب الحاجات أجزاء كتيرة جدا من الأجهزة اللي هي بتشتغلها من سامسونج عادي خالص. عربيات كتيرة قوي بتجيب أجزاء من قطع اللي موجودة جوه العربيات من شركات منافسة. فأنت الشراكة دي حاجة مهمة. مفيش حد بيعرف يعمل كل حاجة مع نفسه. أنت ممكن يبقى عندك محتوى كويس، تعمل شراكة مع حد بيعمل لك إيديتنج لفيديوهات وبيصورك وتذكره بقى. ما تعملش بقى ايه زي الناس اللي مش تمام، اللي هو بعد فترة ويكبر ينسى كل الناس اللي حواليه. لا، اللي بيكبر بيكبر باللي حواليه. اللي عايز اقوله لك ان عمرو دياب مثلا، الناس الفرقة اللي بتعزف معاه هي ستيل الفرقة اللي بتعزف معاه بقى لها سنين وسنين. فنانين كبار جدا بيفضلوا الناس اللي بيشتغلوا معاهم هم. بس لازم يكون ولائك للفريق العمل اللي انت بتشتغل معاه، لان هو ده اللي هيوصلك لبر النجاح. فانت لازم تحدد هدفك كويس، تختار الوسيلة الصح، المحتوى يكون مظبوط، تحافظ على علامة الشخصية والثابتة لشخصيتك وللمحتوى اللي انت بتقدمه. لازم تقدم كونتنت في فيديو واضح وصريح وكواليتي صوت كويسة وكواليتي كاميرا كويسة وصورة حلوة، ترد على الناس بطريقة لطيفة ومحترمة ومفيدة لهم، وما تشتغلش لوحدك، اشتغل مع الآخرين. بنهاية الحلقة ابتدي طبق السبع خطوات وابتدي سوق لنفسك بطريقة صحيحة. أشوفكم في الحلقات الجاية إن شاء الله.